آخر كلمة، كلمة هد هد. لما نطقت كلمة هد هد قلت هد، نطقت حرفين، حرف الهاء وحرف الدال، عشان حرف الدال ساكن. حرف الهاء بيكتب في أول الكلمة فاتح إيد واحدة وعليه ضم. بعده هكتب حرف الدال وعليه سكون. لما قلت كلمة هد هد قلت تاني هد، علشان نطقت حرفين، حرف الهاء وحرف الدال الساكن، وحرف الدال هيقول لحرف الهاء ابعد عني شوية. حرف الهاء هيتكتب فاتح ايد واحدة وراء حرف الدال. هنقول هد 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 هد.